في نص عصر جائحة الكورونا، ولما وصل خليني احكي العدد لاقصى قيم قاعد بوصل لها في دولة قطر، اللي هو عم نحكي عن 52 الف حالة تقريبا، وعم نحكي عن تقريبا امبارح لحاله 1993 حالة في دولة قطر بوزيتيف، اضطريت اني اعمل عملية جراحية هيك على الخفيف على السريع، بس اضطريت اني اعمل كمان فحص الكورونا. خلينا نشوف. والله يا جماعة قبل فترة هيك عم نحكي عن اسبوع زمن تقريبا، يعني بالضبط 7 ايام اتوقع من تسجيل هذا الفيديو بتاريخ 21/5/2020، تعبت هيك شوي بعض الشيء، وعكة صحية خفيفة زي ما بتقولوا، اخبط روح افحص بعد الافطار، اخبط بدك والله عملية يا ابو الجواسر، اخبط سيارة اسعاف، اخبط السرير، اخبط عينات دم، اوبس. لا يا معلم، ما رح نقدر هلا نعمل لك العملية اللي انت محتاجها، لازم نستنى اقل شيء 8 ل 10 ساعات. فانا بقول لهم ليه؟ بحكوا لي لازم نشوف فحص الكورونا. طيب هلا حطوا لنا شوي موضوع العملية الجراحية على جنب، عملناها والحمد لله وقدت الامور وخلصنا العملية، هلا بس عمليات تغيير على الجرح لغاية لمدة 20 يوم او لشهر تقريبا لغاية ما يروح الافك تبع الجرح. بس تحول تفكيري هلا، بصراحة ما تحول تفكيري على الكورونا، انا كنت اصلا كثير موجوع، فانه كل فكري انه خلصونا سووا فحص الكورونا واعملوا لنا العملية. قالوا لك لو طلع نتيجة الكورونا او فحص الكورونا بوزيتيف وطلع معك كورونا لازم ننقلك على مستشفى ثاني، هداك مختص هناك بيعملوا لك العملية لانه مجهز للناس اللي معهم فيروس كورونا، واذا طلعت نيجاتيف نعمل لك اياها هون العمليه، بس لازم نستنى للصبح. كانت الساعه 11 بالليل. اوكي، انا هلا كل همي ان انا ايش، ان انا اعمل العمليه، واصلا كنت بصراحه على الاجواء اللي انا مريت فيها شبه متاكد اني انا راح يكون معاي الفيروس اللي عم بفحصوني عليه. ليه؟ اول شيء انا في دوله تعدادها صغير، اوكي هي دوله مجهزه او خلينا احكي جاهزيتها كبيره لهذا الفيروس، عم بيحاولوا يعملوا كل الاجراءات الوقائيه اللازمه من هذا الفيروس، لكن تعدادها 2.8 مليون نسمه، فيها اليوم وصل عدد الحالات اللي اكتشفوها ل 52 الف حاله وعم بيزيد في اليوم الواحد، يعني امبارح لحاله عم بيكون عدد الحالات 1993 حاله بوزيتيف لفيروس كورونا، فنسبه عدد الاصابات لعدد السكان تكاد تكون الاكبر في العالم. يعني قلت قديش احتمالية انه انا ما يكون معاي فيروس الكورونا. والاشياء اللي مريت فيها خلال الفترة الماضية برضو كانت تؤكد، يعني بتحكي لك انت من غير ما تفحص معاك فيروس. اول شيء عملت اجتماعات بشركات مع ناس مع اشخاص، بعد ما اطلع من الاجتماع واروح بعد بيومين يرنوا علي يحكولي والله الاشخاص اللي انت عملت معهم الاجتماع في منهم 2 من 8 او 1 من 8 اللي اجتمعت فيهم اصلا طلع معه كورونا. طيب هيك خلطت الاول ورق ورايح وجاي. الشغله الثانيه عملت اجتماع في واحد من المشاريع الكبير اللي برضو اشتغلنا فيه او اللي اخذناه نشتغل عليه، وبعد كم يوم اجانا خبر تم اغلاق السايت او الموقع تبع المشروع، المكان اللي انا رحت اصلا اجتمعت في الناس فيه، وقالوا لك انه هذا المكان بسبب فيروس كورونا وحالات الكورونا اللي اكتشفت فيه تم اغلاقه لمده اسبوعين عشان يتعقم ويتم التاكيد على انه خلوه من هذا الفيروس. هاي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه، الموقع رحت موقع زيارة تمام، واخذت لفة في موقع مساحته تقريبا 30 ألف متر مربع مع مهندس، وهذا المهندس بعد ما خلصنا بكم يوم عمل تحليل الله يشفيه وطلع معه فيروس كورونا. بعدين مشروع من المشاريع اللي عندنا في الشركة واحد المهندسين الموجودين فيه برضو عندهم في الموقع نفسه الفورمان والسايد وعمال طلع معاهم برضو فيروس كورونا، وناس من اللي عندنا في الشركة، ناس من اللي معهم في السكنات برضو طلع عندهم فيروس كورونا. كل الحفلة هاي قد ايه احتمال انا لما اجي اعمل الفحص انه ما يطلع معاي فيروس الكورونا؟ فقعدنا بدنا نستنى البحث، قلت لهم مش مشكلة يا عمي، اخذوا مني عينات دم، بس انا قاعد افكر شوي في الموضوع، قلت اكيد هذا الموضوع او عينات دم هي مش الفحص الكورونا، فحص الكورونا انا عارف انه هو مش من الدم المفروض يتاخذ، او مش هذا الفحص المعتمد خلينا احكي.
المهم اللي انا بدي احكي لك اياه في هاي اللحظه انه فحص الكورونا اللي الله لا يذوق لحدا بالمره هو صراحه مؤلم ومؤذي ومزعج، وكل التفاصيل اللي ممكن توصفها قريبه من هذه المعاني هي ممكن تنحكى عن فيروس او فحص فيروس الكورونا. قاعد بستنى يا عمي كل شوي صوت حدا بيصرخ، كل شوي صوت حدا بيصرخ، وانا متمدد على هالتخت والله ما انا طايق حالي اصلا من الوجع. اجى واحد دخل على الغرفه وابصر شو يسوي، يرتب ولا ابصر شو يشيل ويجهزني يعني انه بدنا ننتقل على مكان ثاني بعد ابصر قديش. فانا بحكي له الصراخ هذا اللي كل شوي واحد شوي بيصرخ برا وواحد كثير افور في الغرفه الثانيه، شو قصته؟ ليش الناس قاعده بتصرخ؟ وبحكي لي لا تخاف اللي بيطلع معه كورونا بينقلوه من هون، فاكيد اكيد اكيد ما في حدا حواليك معه كورونا. فانا ما يعني ما ربطت ولا شيء باي شيء يعني المره، لغايه ما اجت ممرضه دخلت علي على الغرفه، مرحبا. طبعا هي بتحكي انجليزي بس المعنى يعني انه مرحبا كيف حالك تمام بدنا نعمل فحص الكورونا. وبلشت تفتح اشياء وطول عيدان ونكشات كثير طويله كثير 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 طويله، بتحكي لنا نعمل لك فحص الكورونا. فانا بطلع على اللي في ايديها وبقولها اوكي يعني ماشي، بس شو اللي بدك تعمليه؟ قال هم فحصين، واحد بندخل النكاشه هاي لعند الحل بناخد عينه، واحد بندخله بفتحة الأنف وبناخد عينة. هلأ أنا بلش إيش الأجواء الرعب تتخيل على المكان يعني، فأنا بقول لها طيب وشو وضعه يعني مؤلم ولا عادي الوضع؟ لا بتحكي لي، تعرف هذا الدكتور اللي ما بده يحكي لك أنا بتوجع بس يعني بنفس الوقت مش قادر يكذب عليك إنه يعني بتوجع ليس إلا يعني. فكيف بدنا نبلش في تبع الحلقة؟ قلنا لها ماشي، فتحنا هالفم يا معلم، دخلت النكاشة طولها 19 متر ما بتوصل لهون تقريبا يعني، حركتها وسحبتها وحطتها في البايب. قول ما توجعت لترالي من هذا فحص، أنا ما توجعت. دور فحص الأنف، تحكي لي بدنا ندخل هذا العود أو هذه اللي بعرف شو اسمه، أنا عود يمكن هالقديك بدنا ندخله في أنفك فتحة الأنف، ناخذ عينة من جوا وخلص. فانا يعني قلت يعني عادي يعني ندخل شيء وتاخذ عين وخلاص، قلت من هون من هون من هون ممكن يعني وخلص. بعدين رفعت راسي هيك دخلتها بالفتحه اليمين للانف، وانا عينك ما تشوف الا النور يا معلم، صوتي عبى الغرفه يعني عبى لترالي يعني، انه بعدين تتوجع بطريقه انت مش قادر تطلع صوتك مش قادر تتحرك، بدك تتحرك تخرب الكوكب جوا. فشلتها انا كثير انزعجت انه وذ ايش اللي انت عملتيه، شو اللي من وين رحت تاخدي، ايش شو مدخلك جوا انت؟ وقعدت يمكن اخذتني 5 دقائق عبين ما استوعبت وعبين ما راح الافكت تبع انه في شيء دخل جوا 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 النخاع الشوكي تبعي، وانه خلص تمام. بقول لها شو اللي عملتيه هذا؟ بتحكي لي انا كثير سوري بعرف انها بتوجع بس انفك اليمين شكله مسكر او اشي، ما قدرنا نوصل للمكان المطلوب. لا نرجع ندخلها الفتحه اليسار، طلع علي بقول لها عن جد تحكي انت كل هذا الوجع لسه ما وصلتي للمكان المطلوب؟ والله معلم دخلتها بالفتحه الثانيه لترالي وصل للسقف يعني، هي دخلتها من هون بس يمكن العين اخذتها عن السقف، وصوتي مرة ثانية عبى الكوكب. يمكن اخذت لي 5 ل10 دقائق عشان استوعبت ايش الاشي اللي صار، وهلا وانا قاعد بحكي معكم لترالي انا حاسس بالاشياء اللي دخلت في انفي، وهو هذا الحكي قبل اسبوع. المهم اخذوا العينات، انا من الوجع من الفحوصات اللي بحصل اياها للعملية صراحة من الوجع حطيت راسي ونمت يمكن على الساعة واحدة بالليل. صحيت يا معلم الساعة 11 الظهر على صوت هذا داخل علي على الغرفة، جاسر جاسر، طبعا هم بمروا عليك 1000 مرة بيقولوا لك 1000 فحص. فانا فتحت فبيحكوا لي انه من غير لا مرحبا ولا اهلين انه جاسر طلعت فحص الكورونا، وحدا كان صراحه مش مبتسم وحدا كان يعني مش كثير مبسوط. فانا قلت خلص يعني هلا بدهم ينقلوا لي على المستشفى الثاني. طلعت فيه هيك بقول له شو النتيجه؟ فبيحكي لي لا مبروك نيجاتيف، ما طلع معي فيروس الكورونا. انا يعني بهذيك اللحظه مبسوط بس من وجع العمليه مش كثير قادر انبسط خلص بدي اروح اعمل العمليه، انسوا تفاصيل شو العمليه اللي عملوا لي اياها هلا، بس ليترالي انا انبسطت انه انا كسبت اني انا عملت فحص فيروس الكورونا. هلا عملنا العمليه وخلصنا كل شيء تمام. اللي انا بدي احكيه واللي انا بدي اوصله من هذا الفيديو انه ليش مع مخالطه لكل هذا العدد الكبير من الناس الحمد لله طلعت نتيجه فحصي نيجاتيف لغايه اليوم، ما بديش احكي بعدين بس لغايه اليوم انا ما عندي فيروس كورونا، مع اني خالطت عدد لا باس به من الناس اللي طلع عندهم
فيروس الكورونا. اللي بدي احكيه اذا بترجع للفيديوهات اللي قبل اللي انا حكيت بكثير فيديوهات انه شو تعمل عشان تدير بالك من فيروس الكورونا. انا واحد من الناس دائما معي معقماتي، حتى والله للصدفه انا مش حاطه هذا، والله للصدفه انا مش حاطه عشان الفيديو، دائما عندي معقمات. يعني في كل مكان عندنا في البيت بتروح تلاقي عندك معقم، في السياره في معقم بشيله لما تكون الدنيا حار بخليه، لما تكون الدنيا مش حار او اذا في جل بخليه بالسياره. المكتب عندي على الديسك تبعي في الخزانه اللي انا بشتغل عليها، عم ادخلنا عند الشركه في معقمات، دائما بستخدم المعقمات في كل مناسبة. إذا لمست أي إشي أنا شاكك إنه هو مش منظف أنا بستخدم المعقمات، ولو شوي شك 1% هستخدم المعقم. الشغلة الثانية، دائما بحاول على تغسيل إيدي بالمي والصابون لمدة أكثر من 20 ثانية علشان أخلص من الفيروس اللي ممكن يكون على إيدي. غير هيك الكمامة اللي ألبسها، يمكن فيديو من الفيديوهات حكيت إنه ما تلبسها إلا في الأماكن اللي أنت مضطر إنك أنت تلبس فيها هاي الكمامة، وحكيت عن مواضيع الكمامات. بس لما تكون رايح تخالط ناس انت مش عارف معهم فيروس ولا لا، فيفضل انك انت تلبس الكمامة. اليوم في قطر الكمامة عليها غرامة اصلا بتطلع من البيت من غير ما تلبس الكمامة، فانسالي موضوع انك ما تلبس الكمامة غير في المكان اللي انت مش عارف شو ماله. البس الكمامة دائما اذا كانت الكمامة متوفرة، واعرف كمان كيف لازم تلبس الكمامة لانه لها وجهين. وكمان غير هيك بحافظ على المسافة بيني وبين الناس اللي انا بقعد معاهم او بضطر اني انا اجتمع معاهم، بغض النظر انا متأكد معاه فيروس ولا ما معاه فيروس، بغض النظر هي مؤامرة ولا مش مؤامرة، بغض النظر كورونا موجود ولا مش موجود، عم باخذ الاحتياطات او الاجراءات الاحترازية عشان لو كان 1% من اللي بينحكى عن فيروس الكورونا هو موجود فانا ادير بالي منه واحاول احمي حالي منه. دائما النقاط اللي انا حكيتها لازم تحطها في بالك بشكل كثير كبير، واي اجراءات احترازيه انا ما حكيتها في هذا الفيديو ممكن تلاقيها في فيديوهات ثانيه، او حتى تقرا عنها على اي موقع رسمي معتمد، او حتى الشيء المنطقي اللي انت شايف انه منطقي انك اذا اتبعته ما حيصير معك الفيروس فانت ارجوك انك انت تعمله. وحاول انك انت بلاش زيارات هاي الفتره، اذا بتقدر بلاش تطلب اكل من برا الا اذا كنت مضطر، مثلا مغترب اعزب واتيفر، إذا بتقدر تطبخ في البيت فاطبخ في البيت، إذا قدرت تأجل الحلاقة قد ما تقدر تحلق في البيت احلق في البيت. يعني أي شيء بتقدر تعمله زي ما حكيت لك حاول إنك أنت تعمل. وهاي الإجراءات اللي أنا بعملها دائما والحمد لله النتيجة طلعت نتيجة سلبية، اللي عم بدير بالي أكثر هاي الفترة، أنت كمان دير بالك أكثر، وإن شاء الله نتائج كل الناس بهذا الفحص تحديدا تطلع نتائج سلبية، وكل الناس اللي طلعت نتائجهم بوزيتيف أو إيجابية إن شاء الله إنهم بيتشافوا من هذا الموضوع بشكل كثير سريع، لأنه اغلب اللي عم بتصير معاهم هاي الاصابات عم بتعافوا بشكل كثير سريع، او على الاقل عم بتعافوا من هذا الفيروس. هي اتس اماتر اوف بس شويه اعراض عم تطلع على الواحد، شويه حراره شويه كحه شويه وات ايفر، الا اذا كان في عنده امراض مزمنه او امراض في الجهاز التنفسي. حكينا في فيديوهات على الموضوع ممكن ترجعوا لكم انتم تشوفوها او حتى تطلعوا على المواقع الرسميه لهذا الموضوع. ان شاء الله بتضلوا بخير وحب وسلامه، وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.